بسم الله الرحمن الرحيم. ولد رضي الله عنه بجيلان وهي بلاد متفرقة من وري طبرستان في سنة 71، وكان في طفوليته يمتلئ من الرضاعة في نار رمضان عناية من الله تعالى به. ولما ترى وسار إلى طلب العلوم وقصد كل مفضل نديم ومد يده إلى الفضائل فكان أسرأ من خطو الظليم وتفقى بأبي الوفا علي بن أكيل وأبي الوضام الكلوذاني مغفود بن أحمد الجليل وأبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى وغيرهم مما تنس لديه رئيس العلوم وتجلى وقرأ أدب على أبي زكريا يحيى بن علي الدبريزي وقدم سمن ويقدباس وأخذ علم طريقة عن العارف بالله الشيخ أبي الخير حماد بن مسلم الدباس ولم سمياد القاضي أبي سعيد المبارك خقد الشريفة الصوفية وتأدب بآدابه الوفية ولم يزل ملغوظا بالعناية الرمضانية عالجا في معالج الكمالات بهمة الأبية آخذا نفسه بالجد مشمرا وسائد العجليان نابدا لمعلوف الإسعاف والإسعاد حتى أنه مكث 25 سنة سائرا في صحراء العراق وخراباته لا يعرف الناس ولا يعرفونه فيعدلونه عن أمره ويصفونه وقاسى في بداية أمره الأخطار فما ترك أولا إلا ركب وغفر منه الغفار وكان لباسه جبة صوف وعلى رأسه خريقة يمشي آفيا في الشوك والوعير لعدم وجدانه على يمشي فيها ويكتاد ثمر الأشجان وكمامة البغل ترمى وورق الأشيش من شادي النار ولا ينام غالبا ولا يشرب الماء وبقي مدة لم يأكل فيها طعام فلقيه إحسان فأعطاه سرد درائم كرامة فأخذ ببعض خبزا سميدا وخبيصا وجلس ليأكل ويدا برقعة مكتوب فيها إنما جعلت الشهوات لضعفاء عبادي ليستعينوا بأعلى الطاعات وأما لقياه فما لهم الشهوات فترك لك وأخذ المنديل وترك ما كان فيه وتوجه في القبلة وصلى ركعتين وانصرف وفهم أنه مغفود ومعتنى به وعرف اللهم انشر نفات الرضوان عليه وامدنا بالأسرار التي أودعتها لديه.